تقريبا واحد 3 سوايع هكا ساعتين ونص. جيت البارع عاوتاني ما قضيناش غراض، وانت هاد البروسيس كيدوز ثقيل شويه، ما عندك ما دير، تبقى تسنى وصافي. نورمالمون كون كانوا جوج كيشيات كان غادي يكون تكون الامور دغيه، ودابا دايرين كيشي واحد فيه رجال والعيالات، راه طبيعه الحال ما غاديش تقضي غراض ديالك. واهو هذيك المره فاش كنا في المره الاولى جينا كنا دغيا داز داكشي، ما عرفناش دابا شنو زعما المشكل اللي كاين هاد المره، كيدوز داكشي ثقيل، واش خصهم يفيريفيو ولا خصهم يسكانيو، ما عرفت كيفاش كيدوز داكشي، ما عرفناش الصراحه المشكل فين كاين. واش كاين من الموارد البشريه غالبا، يعني السيد اللي خدام تما ما ولا ماشي اللي كتخرج ولا كاين شي مشكل، و اش نقولوا لهم؟ نقولوا لهم خاصهم يقادوا شويه، خصهم شويه يخدموا على هذا الجانب ديال لي تيكي وكذا، حيتاش دابا تقريبا كاين 40,000 البشر مقطع كي غادي يديروا في شي بحال هذا. تقريبا جوج اللي خدامين هذا وديال الحي المحمدي ديال ايت من الاول، ما عرفتش واش خدام ولا لا، ما بقاش ما تقريبا كاين شي واحد فكادير، هو هذا اللي كتشوف فيه. وانا من الصباح جاي شو الصف باقي، الله زدت من هنا لهنا والشمس ما عندك ما وباقي الناس كيتزادوا، ما عندك ما دير. البارح جينا كنا جينا بينا نقطعوا التذكره مع هذيك تسعود، كما كاين زعما في الورقه. المهم الاشكال هو ان ملي جينا الصباح لقينا صراحه انا الصف كاين بزاف ديال الناس، ولكن ما كانش مازال ما انطلقتش عمليه بيع التذاكر. هذا الشيء صراحه خلق لينا مشكل بزاف، شحال من واحد دابا راه ضيع الوقت هنا، شحال من واحد دازوا عليه بزاف د الحوايج، وفي الاخير ما خديناش التذكره. يعني دابا راه جاي حاليا وملاقي عاوتاني الصف عامر، حيت الناس البارح راه ما قطعوش بكري. يعني كاين اللي مسكين مشى ما قطعش مازال، كاين اللي كيعي على الوضعيه، وكنتمنى ان هاد الامور ما تكررش صراحه ما تكررش، لانه جينا حنا معولين باش اننا نقطعو نتهناو. صدقنا دابا حنا راك مكرفسين كنتعذبوا على تذكره، راه هادشي بزاف. المهم كاين عندنا هنا مشكل هنا ديال التيرانات والناس، انت تشوف الناس كاين اللي مشى البارح من الربعه د العشيه، من السبعه د الصباح حتى الخمسه د العشيه وما قداوش الغرض. وكاين عندنا مشكل هنا ديال النظام ما كاينش. يلاه شويه اليوم اللي تقاد هادشي هذا، انتم تتشوفوا هادشي الله تقاد اليوم النظام. وحنا تنطلبوا بان الكيشيات يحاولوا يكونوا تيرانات كثار باش يستافدوا منهم وينقصوا حتى هذا الاكتظاظ. راه تيتكبوا الناس هنا بزاف وما تيلقاوش كي دابا باش تيخرجوا لبي. يعني راه بغينا الناس تكون واحد شويه ديال النظام، حيت النظام هو كل شيء. المشكل اللي كاين مشكل واحد هو اللي كاين، حنا كاين العيالات خاصو يديروا الكيش ديال العيالات بوحدهم وتاع الرجال بوحدهم. حنا راه ماشي المشكل، حنا رجال قادين براسنا، دراري قادين براسنا، كاين عباد الله هنا وحق صمتك بالله تيجي من اللور. والله هذا هي الدريات قاريين وخدامين. البارح حنا كنا العصا بلاصتهم والله، شتي مولقيشي وحق ربي اللي زاد ساعه من عنده باش عرفتي العيال تصورتي يبكيو. العيالات انا هضرنا على العيالات، ما الرجال كل واحد قاد براسو، فهمتيني؟ راه كل واحد اللي قاد براسو. شحال ديال الوقت دابا تيخصك باش تاخذ البي؟ شحال ديال الوقت دابا انا جيتي مع 8 الصباح، سير دابا تا 4 د العشيه. دابا هذوك مع الجايين والله الا 8 كاين عباد الله جايين مع 8، سير دابا تا 4 ولا 5 د العشيه وتخدا غراض وشوف. عطيني دابا هذا مولقيشي او عطيني يسد دابا وغيمشي يتغدى، يبقى عطيني واحد ساعه المكان ويبقى عباد الله كي دايرين الشمس. الله يرحم ليكم الوالدين، صيفطوا شي واحد تعاونوا. واش نتوما جماعه القشع؟ الله يرحم ليكم، صيفطوا شي واحد يتعاون مع السيد في الكيشي، راه واحد اللي كاين راه يدو حدا اللي خدامه، راه ماشي ستي، راه 1000 واحد اللي كاين هنا، 1000 واحد والسبان وعفاط وكلام خير. ضرب جاب الله الحمد لله رجال الامن تاهما معاونين مع هاد الناس، والمواطنين تاهما معاونين معاه. والله الا تعاوننا معاهم البارح بالله حنا تنظموا عباد الله اللي تشوفوا هاد اللايف. كنت نكذب انا الدريات اللي كاع اللي قضيت لهم غرض هنا، والله ما طامعين في حتى شي واحد. شوف عيالات بوفريات خاصو يديرهم بوحدهم،